اللي فايدت الكيس اللي مثلت معناها المرحله الانتقاليه اللي هزت للملتقى هذه كان الامر 345. الامر هذا اللي بمقتضى تم التضييق في شروط ترشح لمناظره الالتحاق بالمعهد الاعلى للقضاء اللي زدنا شرط قالوا الطالب نتاع الاجازه ما عادش عنده الحق يجتاز المناظره. الشرط اللي زادوه هو انه لازم يكون متحصل على الماجستير. نظمنا الملتقى الوطني لاصلاح وتطوير منظومه ايمد. الملتقى هذا بدا الافتتاح نتاعو كان نهار 23 مارس 2017. الطلبه الكل ساهمت فيه من قطاع الحقوق الكل كلهم معناها جاوا كانوا موجودين ومتواجدين في الورشه هذيا، حتى حضروا معنا نواب وحضروا معنا اساتذه وقامات في القانون دونك. وبجينا في الورشات نتاعنا، الورشات نتاعنا كانوا عندنا 4 ورشات، ورشه الشان الثقافي، ورشه الشان الاكاديمي، ورشه للشان الاجتماعي، وورشه رابعه للمناظرات وسوق الشغل. المنظومه في حد ذاتها جت هي كمول نتاع برشا حاجات، جت في اطار ضغط صار على الدوله التونسيه في حد ذاتها. الدوله التونسيه فما اكثر من جهه واكثر من طرف، منهم صندوق النقد الدولي يضغط عليها، من الاتحاد الاوروبي اللي عندنا معاه معاهدات يضغط عليها باش يكون فما دي ماتيير وباش يكون فما فورم معينه تلتزم بها الدوله نتاعنا. دونك كل ما هو مشكلة الطلبة يتم اقصائهم من كل ما هو قرارات من المنظومة، حتى الاساتذة حتى العمداء شفنا بيانهم في المدة الأخيرة يستنكروا مش ما في بالهمش بين الحكومة. معناها المنظومة هذه اليوم اللي قاعدة تقرر فيها ناس من غرف مغلقة، ناس ما عندها حتى علاقة بالواقع تاع منظومة التعليم العالي وحتى بمنظومة التعليم ككل، ناس تاخذ في قرارات تحت الضغط، مش قادرة تبني المستقبل ومش قاعدة تقدم بينا، قاعدة توخي بينا كل مرة تجي. في الإطار هذا حبينا نطرح بدائلنا وحبينا نوريو اللي احنا قوة معارضة صحيح لكن قوة اقتراح زادة. دونك ماشيين بعد الملتقى في ننشروا للرأي العام للكل باش خرجنا باش نوصلوا التصورات والرؤية نتاعنا للسلطات المعنية الكل بما فيها مجلس نواب الشعب اللي فيه نواب قاعدين ننسقوا معاهم باش نحاولوا مقترحاتنا نبلوروها في شكل مشروع قانون يسعى لإصلاح وتطوير منظومة المعنية.